ولحد ما رجع اعتقد في الدقيقه حاجه و70 من اللقاء. شفت ازاي اللقطه دي او تحليلك ليها؟ بص، هو بدايه الشوط الثاني امين عمل اجراء صحيح، جاب الاثنين كباتن فرقتين وبلغهم ان الفار متعطل وبلغ الجهازين الفنيين بالتالي، وكان اجراء صحيح منه. في الدقيقه 72 لما رجع الفار برضه جاب الاثنين كباتن وبلغهم ان الفار رجع وعرف الاجهزه الفنيه، وبالتالي هو خد اجراء صحيح في حاله تعطل الفار، بتعرف الكباتن وتعرف الاجهزه الفنيه، وفي نفس الوقت لما بيرجع بتعرف الكباتن والاجهزه الفنيه، هو اشتغل كبروتوكول الفار تمام. تصرف صحيح، وهو ده المطلوب. لما الفار يتعطل بتبلغ الناس، ولما بيرجع بتبلغ الناس بتصرف صحيح. ليه الفار بيتعطل؟ بقالنا شويه كم ماتش كده الفار بيتعطل؟ والله انا ما اعرفش السبب ايه، بس يعني فعلا حاجه ملحوظه في الدوري المصري مش موجوده في حته ثانيه في المنظر ده. انا مش عارف السبب بالظبط، بس هو الراجل في الاخر بياخد اجراءه كحكم، اجراءه صحيح في الملعب، لكن السبب ايه بقى التقني اللي موجود فعلا انا ما اعرفش. تمام. في البعض تساءل هل الجول اللي اتلغى للزمالك بداعي التسلل في بدايه الهجمه كان وقتها الفار متعطل ولا شغال، باعتبار ان الاعادات ما جابت لناش الفار ولا جابت لنا الخطوط اللي بتترسم بعد الغاء الهدف؟ لا، ما اعتقدش ان الفار يتعطل وحد يتحمل مسؤوليه الغاء هدف ما يكونش الفار شغال، يعني ما اعتقدش ان ده يحصل، لان حكم الفار ممكن يتحمل مسؤوليه الغاء هدف بكام على قرار كبير، قرار الغاء هدف، وبالتالي بنتكلم. لا، ما اعتقدش ان ممكن يحصل بقى حمل الاحوال ان الفار يتعطل لا، والاستمرار والحكم يرجع في قراره. لا، ما يحصلش، لا صعب صعب، وبالتالي هو الالغاء كان صحيح للمساعد، هو خد قرار خطأ الحكم المساعد، ايوه، وحكم الفار صح القرار بالغاء الهدف والالغاء صحيح، وقرار الحكم الفار كان قرار صحيح بتصحيح الخطأ بالغاء الهدف. تمام. الهدف اللي اتلغى ده كان قبليه هدف سجل بالفعل للزمالك، وكان بعد تعثر بسبب اصابه فوزي الحناوي اللي خرج مستبدلا في الشوط الثاني من المباراه، واستغلال الزمالك اللقطه دي وسجل منها بعد صناعه من زيزو. اللقطه دي بتشوفها ازاي كحكم كابتن جهاد؟ بص، يعني انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص، انا بتكلم في الفير بلاي، الحكم مش فيه، يعني الحكم مش طرف اي حال من الاحوال، ما دامت اللعب مستمر والفريق الثاني خد الكوره واستمر اللعب واحضر عرض هدف، فهذا الهدف شرعي وصحيح مليون الميه. تمام. لكن احيانا بيبقى انا كحكم اللي عندي فرصه ان انا اوقف اللعب لما يحصل لقطه زي دي. لكن انا لاحظت طبعا لقطه الزمالك كان في ثلاث لاعيبه من الزمالك رايحين على ثلاث لاعيبه من الاتحاد السكندري، كان يعني صعب من حكم يتدخل ويوقف اللعب في اللقطه اللي زي دي، بتبقى صعبه على الحكم جدا ان يعمل يعني هجمه 3 على 3 توقف اللعب، هتبقى مشكله كبيره لو عملتها. تمام. وبالتالي امين ما قدرش يوقف اللعب، لكن في وقت من الاوقات انت ممكن يعني تفادي المشكله اللي ممكن تحصل في اللقطه دي ان انت توقف اللعب، لكن في اللقطه تحديدا بتاع ماتش الزمالك والاتحاد النهارده، تمام، امين خد الاجراء الصحيح واستمر اللعب والهدف شرعي، مفيش مشكله خالص تحكيميا في الهدف. لكن اللقطه الابرز بالنسبه لك في المشهد ده هو مسؤوليه اللاعب اللي استغل تعثر المنافس. هي الفير بلاي، يعني فير بلاي. انت كلاعب ممكن انت يعني الهجمه مش هتفرق هجمه، وفي نفس الوقت الفير بلاي انت شفت لاعب مصاب طلع كرة اوت، لكن استمرار اللعبه مش خطا قانوني، مفهوم، واستمرار اللعبه كان صحيح والهدف صحيح والهدف شرعي، مفيش مشكله خالص. مفهوم. طيب